مساء الخير عليكم. هذه القصيدة لحس المراسلون والعمر الأخص وكاع المشاهدين الكرام وأخي مصطفى شروق نيوز. أطلبتني الفراق وكان يا نقبل لك وتهضري عمري هو الديري اللي عجبك ياك انت على وهك ياك عمري قليتها عشقتيني في الاول يا خفتيني نخبنا الخاتم رزق مصطفى والله هادي ماينا وياك درتها لك هادو يا حاجة باينة وياك اطلبتي الفراق ياك انا يا نقبل لك عشقتيني في الاول خفتيني لخبناك يا كنتي على هواك يا على هواك خليتك عشقتيني في الاول خفتيني لخبناك.